شك أن التعليم أساس تقدم المجتمعات ومغادرتها التخلف، ولنا في دول إسلامية وليس فقط أوروبية أسوة ونموذجا ساطعا في هذا المجال، لأنه في إطار دور العتبة العباسية في تنمية التعليم سواء المدرسي أو الجامعي حافل في هذا المجال، وهذا ما سوف يحدثنا عنه وعن التجربة أو تجربة العتبة العباسية والأساليب التعليمية يحدثنا عنه الأستاذ جواد قاضي المرادي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مع حفظ الألقاب والمراتب وكلكم أحبة أعزاء علينا، ننقل لكم جميعا تحيات وسلام الإدارة العامة للعتبة العباسية المقدسة متمثلة بمتوليها الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي، ونحييكم بتحية الإسلام والسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لما قدمه سماحة السيد أحمد الراضي ممثل العتبة العباسية في أوروبا، سماحة الشيخ الدكتور حسام العبيدي لما تقوم به وتقدمه العتبة العباسية من نشاطات متعددة، سأتناول في بحثي هذا خلاصة بحثي هذا الذي سألقي على مسامعكم الكريمة، آملا فيه تسليط الضوء على نشاط مهم من أنشطة العتبة التي تقوم بها خدمة لمجتمعنا الكريم، حيث يمكن استقراء المناخ العلمي عبر ما أنتجته العتبة العباسية المقدسة من أفكار مردفة بتخطيط علمي رصين يتكئ على معايير الكفاءة والخبرة، إيمانا منها بأهمية التعليم من خلال وجود نظام تربوي ضابط لسلوكيات الطلاب وتعاملاتهم وإسهاما منها في نهضة الأمة وتواصلها مع التطورات الحاصلة في العالم، فقد تبنت العتبة العباسية المقدسة خطة للارتقاء بواقع التعليم في العراق بمباركة سماحة المتولي الشرعي دام عزه، فأوعز بتشكيل لجنة للتربية والتعليم لتضع خطة التأسيس والانطلاق لهذا المشروع الحيوي وصولا إلى الأهداف المرسومة له. فكانت محافظة كربلاء المقدسة نقطة الشروع الأولى لتتمثل بتشكيل قسم التربية والتعليم العالي، فكانت من نتاجات هذا القسم حضانة وروضة العميد وحضانة وروضة الساقي ومدرستي العميد للبنات، أولاهما ابتدائية والأخرى ثانوية، ومدرسة القمر الابتدائية للبنات، ومدرستين ابتدائيتين للبنين العميد والساقي، ومدرسة سيد الماء الأساسية للبنين وثانوية سيد الماء للبنين، ومدرسة درة العميد للابتدائية، ومدرسة أبي طالب الأساسية للبنين بناحية غماس في محافظة الديوانية، فضلا عن كلية الدراسات الإنسانية الجامعة في النجف الأشرف ومعهد الكفيل لتقنية المعلومات وتطوير المهارات. وعملت العتبة العباسية المقدسة على ترصين برنامجها التربوي التعليمي من خلال استقطاب فريق تعليمي تربوي حائز على إمكانات تؤهله لتخريج قادة رأي واثقين بإمكاناتهم المعرفية عارفين بوظيفتهم اتجاه المجتمع والوطن والدين. وقد تكللت الجهود الفكرية في سعي دؤوب لتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص التعليمية الفائقة لأبنائنا، لذا يسعى البرنامج
التربوي التعليمي للعتبة العباسية المقدسة على تمكين الطلبة ومعلميهم من سبل تحقيق ما رسم لهم من استراتيجية تربوية تعليمية عبر إقامة دورات تدريبية وتأهيلية وتطويرية وتوفير مستلزمات التعلم من قرطاسية ومناهج ووسائل إيضاح ومبان وسواها، فضلا عن التغذية المعرفية والتربوية عبر تصميم المناهج الإثرائية الحاوية على ما ينقي ثقافة التلاميذ والطلبة ويقوي المعلومة المتاحة في المؤسسات التابعة لها، مؤسسات ذات صبغة عالمية متعددة بإذن الله تعالى. ولم يقف مستوى النجاح لمشروعات العتبة العباسية المقدسة عند نقطة الشروع الأولى، بل راح يخطو مسار النجاح لها بثقة واطمئنان لينال بخطواته الريادة والتميز، فينبجس عنهما جامعة العميد السامقة التي تعد الأولى حضورا وتميزا لتنهض هي الأخرى في التعليم الطبي بمعايير عالمية متعددة معتمدة فتجود بتميزها بثلاث كليات: كلية الطب، الطب العام، وهذه أول مرة تمنح وزارة التعليم العالي إجازة كلية الطب لغير الجامعات الحكومية، منحتها إلى العتبة العباسية، وكلية طب الأسنان وكلية التمريض، وجامعة الكفيل التي جادت بكلياتها المتنوعة المرسومة أيضا بالرصانة والحضور، فكانت النجاحات وليدة الجهود المتواصلة التي أرادت للعلم أن يكون موشحا بالمعرفة خدمة لوطننا الحبيب. أما الكليات التي تنضوي تحت ضياء هذا الألق فهي كلية طب الأسنان، هذه جامعة الكفيل، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة التقنية، وكلية التقنيات الطبية والصحية، وكلية القانون، وكلية الشريعة، وكلية الإعلام، وكلية السياحة الدينية. وفي الختام، فإن المسافات المضيئة قد امتد أمدها، وكانت نقطة الإشعاع الأولى من جود أبي الفضل العباس عليه السلام ليروي عطاش المعرفة وينير للسائرين فيه هدى وفكرا ونورا. فليبارك الله تعالى هذه الخطوات الطيبة التي آلت على نفسها أن تواصل الليل بالنهار من أجل نشر الخير والصلاح، والخير كل الخير في العاملين الشاكرين، ومن الله تعالى التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.